بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله ومن والاه. بداية نعزي أنفسنا ونعزي أهل الفقيدة هاجر المطيري، ونسأل وندعو الباري عز وجل أن يلهم أهلها الصبر والسلوان. إحنا نقول إلى متى الإهمال الطبي بوزارة الصحة؟ وسبق أن تكلمنا عن هذا الموضوع، وسبق أن قدمنا استجواب سواء على الأخطاء الطبية أو الإهمال الطبي. اليوم قاعد نشوف يعني أيضا يتكرر الخطأ، ومع الأسف يعني اليوم يعني تعرضت إلى حادث، ودوها مستشفى العدان، قال الدكتور ما فيها شيء، طلعها راحت أساءت حالتها، ودوها المستشفى ثاني مرة، رجعوها المستشفى ثاني مرة، يعني توفت ورحمة الله عليها. احنا نقول إلى متى هذا الإهمال؟ بالنهاية المطاف نسمع تصريح أيضا والله من وزير أو من الوكيل، والله احنا فتحنا تحقيق بهالموضوع. زين إلى متى فتحنا تحقيق؟ بالنهاية حولنا الملف إلى النيابة، والطامة الكبرى إذا صحت المعلومة إنه يقال إنه هروب الدكتور، فهذا أمر خطير. هل ما تعلمت الوزارة أو الوزير من الأمور اللي قاعدة تحصل والإهمال والأخطاء الطبية؟ أنا أقول يجب أن تكون هناك محاسبة. الأخطاء الطبية إلى متى؟ الإهمال الطبي إلى متى؟ أرواح الناس ما هي رخيصة، ويجب التدقيق وإعادة النظر بالشهادات الموجودة بالنسبة للدكاترة الموجودين. أنا أقول هذه مسؤولية وزير الصحة، وعليه أن يتحمل المسؤولية. وإذا هرب الدكتور، أنا أعتقد أن مسؤوليته بهذا الملف كبيرة، خاصة بالأخطاء الطبية، وهو جاء ولقى كم قضية أمامه هناك أخطاء طبية، مثل ما قلنا برحمة الله عليه النائب السابق فلاح الصواغ، أيضا بعض القضايا اللي صارت إلى الآن إحالة إلى النيابة ما هي كافية. دكتورين بكذا حادث صار إلى الآن هم بخارج البلاد، لم يتم استدعائهم، هناك تقصير من وزارة الصحة. أنا أقول يجب على الوزير أن يتحمل المسؤولية ويستعجل بإجراء التحقيق اللي حصل. ما نبي والله بس إبراء للذمة، والله حولنا التحقيق واخذنا والله نفس ما يحصل دائما، والله عقوبة أسبوعين، خصم من الراتب. انتبه أرواح الناس، أنا أقول لك ما هي رخيصة. بالنسبة لليوم عندنا اجتماع لجنة الشكاوى والعرائض أيضا، وعندنا عدة مواضيع. من ضمن هذه المواضيع بالنسبة للنزع الملكية، مستدعين وزارة المالية بحضور الوزير أو من ينوب عنه من الوكلاء، بخصوص أسواق مباركية، هذه من القضايا اللي اليوم راح يتم مناقشتها. أيضا في قضايا تخص نزع الملكية وأملاك الدولة، أيضا في قضية في اليوم مستدعي بعد أيضا الكويتية كاسكو، أيضا اليوم عندهم عدة شكاوي وزارة المالية والوزير المالية والهيئات اللي تابعة له والإدارات اللي تابعة له. فاليوم قاعد ننظر بعدة قضايا الآن الاجتماع. طبعا طبيعة اللجنة أغلب القضايا اللي تنحل عندنا، الشكاوي اللي تنحل باتفاق الأطراف طبعا. وبعدين دائما نقول أي مواطن عنده قضية باب المجلس مفتوح، هذه دائما نعيد ونكرر، أبواب المجلس مفتوحة، أبواب اللجنة مفتوحة، أبواب النواب مفتوحة. اللجنة ترحب بالجميع، عنده أي تعسف من أي مسؤول أبواب اللجنة مفتوحة. أي مسؤول يعني ممكن المواطن، البعض منهم يقولك والله أنا أخاف أقدم شكوى وبعدين ممكن يتعسف معي هذا المسؤول، لا إحنا موجودين، إحنا موجودين. إذا في تعسف يتحمل الوزير المسؤول عنه، عن المسؤول هذا سواء مدير أو وكيل، يتحملها أمامنا وزير. ما يجوز المواطن لهم مطلق الحرية، هذا بيت الشعب، لا يهمهم لا مسؤول ولا غيره.
يتعسف ليش تشتكي تحمل، لا راح يلقى اللي سره. ولا نقبل أي مواطن يتم إهانته أو أنه يخاف من المسؤول والله تعسف يستخدم صلاحيته تروح تشتكي، لا تحمل ما يجيك. إحنا لا، إذا أنت تحمل المواطن إحنا نحمل وزيرك المسؤول عنك. شكراً.